تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024. وأوضح وزير البترول طارق الملا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا للمؤتمر تعد رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري. ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية وكذا جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل مشروع ميدور الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة والعمل على تذليل أي عقبات وإزالة التحديات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المشروع الخاص بتصنيع الMDF الأخشاب في المصنع الذي سيتم الافتتاح التجريبي له قريبا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار. عقدت مساعد أول رئيس الوزراء راندا المنشاوي اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي وفد الاتحاد الأوروبي في مصر لاستعراض فرص التعاون الممكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي. أكدت مساعد أول رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيرا في مجال الهيدروجين الأخضر سواء فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات أو الدخول في شراكات مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والكثير منها شركات أوروبية. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. وفي تقرير جديد من سلسلة تقارير معلوماتية التي يصدرها المركز بصورة دورية، أكد المركز أن قطاع الزراعة يعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين، وأسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5% عام 2021-2022. واستعرض تقرير المركز جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها، حيث سعت الدولة لتطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند 2.61 من الألف تريليون جنيه مقابل مستوى 2.41 من الألف تريليون جنيه عند الفتح. أما على صعيد التداولات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.3
75% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة. كما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقاط. قال الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى غير مسبوق يقدر ب 3.5 تريليون درهم، أي ما يوازي 953 مليار دولار في عام 2023. وارتفع حجم التجارة في السلع غير النفطية بنسبة 12.6% في عام 2023 عن العام السابق، بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم مسجلا مستوى قياسي جديد.